نبيل زايرة، شقولكم في الشعار هذايا؟ اركب في الكار وتذوق عصير البرتقال. ومي بسيزي العصير نتاع في الكار نتاعنا في تونس. اي يقولك هذا سلوغون باش يمشيو بيه توا، قالك اطلع في الكار وتذوق عصير البرتقال. حملة مرة دز ولازك فيها باش يذوقوا هو. شوي خيال شوي خيال. شدوا عندكم الخبير هذايا. هو في اطار الدورة الثانية لمهرجان البرتقالة الذهبية اللي باش يصير في مدينة بني خالد من 12 حتى 19 مارس البلدية. ساعة أول حاجة غاديكا لازمنا نباركو بركان عايشك سي عربي اي لازم تزغريت على الحساب هذايا. اكبر كاس عصير برتقال باش يصير في العالم، معناتها اكبر كاس نتاع جو باش يتحط ابارمون باش يدخل كتاب غينيس الكاس جو هذايا. يشرف عليها الوالي نابل ومعاها ماهر بن ذيه وزير الشباب والرياضه. باش يتم تدشين اكبر ساحه اكبر عصير برتقال، على انه باش يصير تنظيم ورشات عصير برتقال بكافه مفترقات المدينه وورشه بمحط المسافرين تحت شعار اركب في الكار وتذوق عصير البرتقال.